نرجع تاني للحشرات اه الضارة في المناخ. نعم. بصي، الواحد لما يلاقي مثلا قمله كبيره طلعها وكده، ده معناه نقص في حياته، تمام؟ لما يكون كتير فده معناه ان في اولاد بتاكل من خيرك بكثره يعني. لما تكون على الملابس دي حلوه، دي يعني في تقوى للبني ادمه او البني ادم يعني، دي حاجه كويسه يعني، ان انت واضح واضح الحاجه اللي فيها يعني، بتنقي نفسك من الشوائب يعني، ايا كان بقى.